سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله بخير وبصحه جيده ومتهنيين يا رب العالمين. لا فيديو تاع اليوم راح تكون فيديو متنوع. فيديو تاع نهار اليوم راح نجاك معكم يوم من يوميات ام علي، يوم من يوميات بنت القبائل. نقول لكم مرحبا بكم مشتركات الجدد اللي دخلتوا للقناه، نقول لكم نورتوني وشرفتوا القناه قناتكم، وانا ضيفه عندكم. نتمنى دائما يا رب نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ومشتركات القدم الوفيات دائما منوريني بهذيك التعليقات وبحضوركم الرائع اللي نقولكم يعني نحبكم ونموت عليكم يا اغلى واعز ناس على قلبي. فتفرحوني في لي كومونتي، ربي يفرحكم ويفرحني عزيز على قلبكم. بزاف اخوات اللي يحبوا التدابير والنصائح اللي راني نمدها لكم، انتم ثاني تعطوني نصائحكم. راني اختكم في الله، ربي اللي عالم، صدقوني راني نفرح بزاف كي نلقى هذيك النصائح والانتقادات. بكل احترام صدقوني نفرح بزاف، وكل تعليق او انتقاد محترم يدل على طبعة اخلاق صاحبة التعليق. شكرا حبيباتي. وحبيت دائما نذكركم على طريقة العمل في الشركة اللي راني نخدم فيها، في شركة دي اكس ان، اللي نتمنى كل واحدة منكم كما العادة. صدقوني بالله خياتي، لو كان ما فيش منفعة ولا ما فيش فايدة لكل اخت، ما راحش راكم رايحين تسمعوا به ولا نهضر عليه في القناة. لذلك كل اخت تحب تطور من نفسها وتدير شهرية لعمرها، تفرح بها روحها وولادها، نقول لك جبت لكم عمل من البيت. برك يكون عندك تليفون واتساب لا كونيكسيون، يعني وقت اللي تكوني قاعده ما عندكش وقت معين لازم تحكمي التليفون وتخدمي فيه، يعني كي تكوني كملتي شغلك و يعني وقت اللي تكوني قاعده يعني تدخلي لهذا العمل وتفرحي به نفسك ووليداتك، تغيري من حياتك. ما تقوليش ما نقدرش ولا ما نعرفش ولا مستحيل ما رانيش رايحه ننجح، دائما تفائلي خيرا تجديه. ربي يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم كامل باذن الله بشهريتكم ومصروفكم الخاص. نقول لكم البنات ما تردوش، خطوه واحده برك باش تدخلوا لهذا العمل، تدخلوا لصندوق الوصف وفي التعليق المثبت راح تلقاو رابط الخدمة. وبالتوفيق للجميع، ربي يوفقكم إن شاء الله جميعا. غالية أم عليا نشوفكم كاملة، يعني لاباس عليكم بشهريتكم وبمصروفكم الخاص كما يحبها قلبكم. وبالتوفيق للجميع. لهنا البنات راني نوري لكم طلبية اللي خرجت هذا الأسبوع، يعني بخسك كل الوصفات درتها لكم في القناة. حبيت برك نطلع لكم بطلة خفيفة، راني توحشتكم بزاف بزاف. وثاني البنات حبيت نطلب منكم ديروا لي جيم للفيديو، كيما شفتوا راني نبارطاجي معكم يومياتي، نبارطاجي معكم وصفات روتينات، راني نبارطاجي أفكار منزلية تدابير، يعني ما بخلتش عليكم بأي حاجة. يعني هذه القناة ماشي عام ولا عامين، راني في العام السادس اللي راني فتحة القناة، ماشي يعني فتحتها البارح ولا اليوم. لذا حبيت نطلب منكم البنات شوية تفاعل، شوية بارتاج، حبيت نطلب منكم شوية لي جيم لي يعاونوني البنات في القناة باش تطلع هذه القناة حبيباتي، اكيد اذا كنت يعني نستاهل. ان شاء الله يا ربي نلقى منكم الدعم ونلقى منكم الحب كيما عودتوني بحبكم هذاك ودعمكم ووفائكم يا اغلى واعز ناس على قلبي. وهنا راح نخليكم تشوفوا الحلويات تاعي، قلت لكم كامل الوصفات راهي في القناة، اللي حابة نعاودها لكم ما كاش مشكل من عيوني حبيباتي. وذوك من فك مع هذا الأنشودة اللي نحبها بزاف، نخليكم في أمان الله، تهلاو في رواحكم. ما تنسوش حبيباتي الجيم للفيديو وبارطاجيو مع الأصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد عن قريب، مع السلامة. سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبطئ إذا مست آياتي.
هادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سن النبي قمرون وجميل 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 سن النبي وجميل وهدي يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وعطرها يبقى إذا مست أيادي